من مثل هذه الأمور ونتكلم في مثل هذه الأشياء. بينما نتكلم هناك البعض بيحاول أن يزرع الفتنة، هناك البعض بيحاول أن يزرع التشتيت وعدم الاستقرار داخل النادي الأهلي، ولكن دائما في وجود هؤلاء النجوم وفي وجود قناة النادي الأهلي هنجد دائما اللي بنرد وبنرد بالمنطق. يعني بالظبط زي ما الأستاذ عصام دلوقتي قال كلمة ما اعرفش دي كانت هوا ولا بره الهوا، يعني واحدة اللي هي بتاعت اللي قالها من شوية دي تلج تلج على الهوا صح فهي في حاجات كتيره جدا. والتانية بتاعت عقوبه الراجل عقوبه الراجل بتحصلش في الدنيا، اللي هي يعني ما حصلتش في تاريخ اي حاجه. لا ومع مدرب مارسيل كولر لا بنتكلم واتكلمنا في ذات اكيد في اخطاء، ده طبيعي اي مدرب لازم ده طبيعي. لو كل مدرب اخطا عقبوه ماليا محدش هيخلص يا جماعه في العقل اصلا. القاصي جلبرتو يعني انتوا احدث نسخه فينا، وانت راجل بتاع الارقام اساسا العقود بتبقى شامله انه مش هياخد مقابل عدم البطولات صحيح. انما هي حكايه ما ياخدش يتعاقب ساعه ماتش دي غريبه يعني حاجه صعبه. تكمله انا كابتن اسلام، الفكره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هم دلوقتي استلموا امام، يمكن بعد شويه يستلموا كابتن خالد، بس احنا دلوقتي هم مستلمين امام. لا انا بركز في الموضوع، لا امام وخالد بيبو تلاقي كل خالد يوم بيبو برضو تركيز على القصه امام عاشور، تركيز في تركيز حاجه عن امام عاشور. فطب نستعرض ارقام امام عاشور ونشوف ورينا الناس سمين. خلي بالك بعد ما النادي الاهلي تعاقد مع امام عاشور اتكلمنا على فكره اصله لا بعيد واصابه وهيجي ووصله كان في النادي الزمالك مش عارف ايه وخلص هو لسه بنتكلم في لعيب 25 سنه او حاجه، ده اصابته مزمنه ده اصابته بتاع امام عاشور في النادي الاهلي في 417 دقيقه بنتكلم راجل مسجل هدف، راجل عامل 3 اسيستات صناعه اهداف كافضل واحد في النادي الاهلي وفي الدوري، حتى بنتكلم التلات دول في الدوري ومن صحيح صناع اللعب في الدوري. صناعه الفرص راجل عامل 8 كرات اللي بنقول عليها صناعه الفرص او خلق الفرص، منهم 5 تمريرات مفتاحيه اللي هو بيساهم مع زملائه في الفكره الهجوميه. محاولاته الصحيحه النهارده بنتكلم 6 من 13، دقه تمريراته زي ما احنا شايفين 83%، لعيب وسط ومجهوده عالي وما بيخطئش كتير في التمريرات. التمريرات الطوليه عنده عامل 16 واحده صح، 16 واحده صح دي اصلا ومن 25 ده ليه هو. بالنسبه للرقم في النادي الاهلي هو من اكتر اللعيبه اللي عامله التمريرات الطوليه دي صح، التحولات بتاعتك بياخد الكره صحيح ويحولها في الملعب. الراجل بالنسبه للمراوغات بتاعته النسبه بتاعتها برده جيده، بنتكلم في 13 مراوغه صحيحه من 23 محاوله. في النهارده بنتكلم في 400 دقيقه لعب بس الكره الثانيه، الراجل حتى في الفكره الدفاعيه الريكفري البول ريكفر عنده نسبته عاليه، اللي هي الانترسبشن اللي بنتكلمها اعتراض الكوره او ان انت بتقطع الكوره من غير ما تاخدها استحواذ عملها 12 مره، وانا كنت حاضر مباراه سان داونز في كذا كوره كان بيتوقعها قبل ما لعيبه سان داونز ما تلعبها كان بيحبط الاستحواذ بتاعهم. فالنهارده ده واحد من الارقام دي ايمن هتضايق ناس كتير قوي. طب انت مش لازم تجننوا ايمن، طبعا لازم تضايق ناس لازم تجننوا ناس كتير، انت كده هتزعل ناس ليه؟ مباريات قليل، ما احنا بنقول لجمهور الاهلي ليه هم مستلمين امام عاشور ليه النهارده. مع احترام امام عاشور راجل اختار ان هو هو امام عاشور احد فوائد التعاقد معاه انه شال يعني خف الحمل عن كهرباء ممكن يعني صح عارف انت هو بجمله تخفيف الاحمال يعني السنه اللي فاتت الموسم اللي فات صح الموسم اللي فات يا كابتن اسلام كنا نزل الاحمال في الملعب طبعا مش بره الملعب كنا نصحى كل يوم الصبح يقول لك غرام الكهرباء كان غرام الكهرباء دي بتتحصل كل يوم او المفروض تدفع كل يوم صحيح. فالمره دي كان بالظبط كلها امام عاشور. فالنهارده امام عاشور جمهور النادي الاهلي دور امام عاشور في الملعب دور مهم جدا، واحد بيساعد زملائه، واحد من افضل اللعيبه بيجتهد. الراجل جه عمل التاهيل بتاعه نزل على طول الملعب انخرط مع الفريق ما تحسش ان هو واخد وقته او مضغوط. فهم الفكره كلها ان الراجل ده مع كل الضغوطات اللي اتعملت على الصفقه هو كان ثلاجه ونزل لعب وادى. طب ازاي ينزل يلعب ويادي؟ لا ده احنا كنا مستنيين ان هو يخش في الملعب بعديها مثلا 3 4 شهور عشان خاطر نقول بقى وشفتوا الاهلي اشترى تروماي ومش عارف ده 3 مليون دول ونخش في الملعب. فالراجل احبطهم في الحته دي يا ايمن. ده في لعيبه عامله فرق عامله ازمات مع انديتها، فهم كاعلام اقحموا النادي الاهلي
في القصه ان هو السبب. لا مش ان هو السبب انه لا انه ما بيلعبش في اسماعيليه. يجي يقول لك ايه هو الاهلي هيتعاقد مع لعيب عامل مشكله مع نادي. يا عم انت ايه اللي جابك يا عم اتكلم على اللعيب اللي عامل مشكله. انت مال الاهلي بالموضوع يعني ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ نفسي افهم يعني احد المسؤولين في اللي جاب الاهلي على جنب البحر يعني هو كابتن سيف زاهر هو مدير نادي زد هو الراجل اللي صرح وقال موضوع لاعب نادي الزمالك احمد فتوح احنا كنا بنتكلم معاه وخلاص يعني حتى الموضوع بصراحه شكل محترم جدا يعني بيعملوا شيء ايوه يعني اقصد ان كابتن سيف زاهر شكل محترم جدا او كذا لا الامانه الناس عامله شغلها 10 على 10 الراجل سيف طلع كرئيس تنفيذي للنادي وضح وقال بيقولوا برضو النادي مش هنروح الصفقه ومش هنعمل وكذا يعني اصلا اللي عمله غلط هو في حد فوق حد دلوقتي وبيعترف بيه ايا كان لا لا يعني نفترض ايا كان في الاخر يعني اقصد ان عمل الصح يعني في الاخر في الاخر عمل ممكن يكون في البدايه غلط لكن في الاخر عمل الصح بصراحه في الاخر اقصد ان في نادي اخر هو اللي يعني مش الاهلي احنا مش احنا مالناش علاقه بالموضوع الاهلي مالوش علاقه بالموضوع يقول لك النادي الاهلي فيعني احنا ده بس بندي مثال ونموذج طيب للفكره دي وتاني احنا موجودين وهنفضل كل يوم وهنفضل نرد كل يوم قبل بس ما اروح لكابتن حشيش استاذ عصام واستاذ خالد التعامل مع هذه الاشاعات والتصدي ليها هيكون ازاي من وجهه نظركم يعني طبعا استاذ عصام في الحقيقه العفو الحقيقه كابتن بمواصله الاجزاء اللي هي 100% حقيقيه وهذا خاص باعلام النادي الاهلي المرئي القناه يعني وطبعا باقي الافرع الديجيتال والموقع الرسمي يعني وده شيء مناسب جدا انه الناس تبدا تعرف ده. ثانيا وهو الاهم هناك بعض المتسقين مع ذاتهم واللي بيحترموا جدا حتى لو بيعملوا يعني في العام في صحف ومواقع وكذا على الخاص الناس بقى الاهلاويه يبقوا في الريزة بالبلد اهو يبقى عارف ان ده بيخرج عشان يقول له واقع النادي الاهلي. لكن غيره بيلعب على كل الحبايل ويدي لك الحكاية ويشرح لك ان في بلاوي بس هو حقاني وانما الاهلي ما بيقعش وهتتصلح يا اخي ازاي هو بيقول لك اني واحدة فيهم لا تصدق كل الا المعتمدين يا جماعة عندكم مش لعند قناة النادي الاهلي ولا عند ادارة النادي الاهلي المعتمد عندك اللي ما بيتغيرش انا نفسي مرة تجيبه قال وقال اللي كانوا موجودين في جناين أخرى هاتوهم قال من كم موسم كده وهاتوهم قال دلوقتي قبل عشان وبعد. بس تعرف انه ده هذا وقت الاحتماء بعد ما بعض الجناين بقت الفروع بتاعتها هنا مش شغالة كويس شوف بقى يروح يحتمي فين هيحتمي ها في هذه القلعة الحمراء خليك فاطن مفيش غير كده وحضرتك اسال لما ما تلاقيش الاجابه دور عليها عند البضاعه الغثه انا بقول كلام واضح اهو ولكن التادب واحترام المهنيه في اعلام النادي الاهلي المتخصص احنا ما بنطلعش عشان نقول بالاسماء لكن في اوقات في شجعان حمر منهم ثلاثه معاك هنا بيقولوا بالاسماء ما بيهمهمش ليه لان الموضوع في الاخر بيبقى في الخاص لكن هذه القناه تحمل قيمه تقدم مبادئ ودستور النادي الاهلي واسال حضرتك واسال كمان نفسك ايوه واسال كمان نفسك على البطولات يا جماعه لا وخصوصا ان اعلام او قناه النادي الاهلي تحديدا يا استاذ عصام وحضراتكم احنا شغالين مع بعض بقى